في اليوم ده 20 مايو سنة 325 انعقد المجمع المسكوني الأول لكنائس العالم في نيقية. وفي نفس اليوم ده سنة 1293 أنشأ ملك قشتالة سانشو الرابع مدرسة الدراسات العامة في القلعة، والتي أصبحت من أهم الجامعات في أسبانيا. وفي نفس اليوم ده سنة 1506 توفي الرحالة والمستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس. وفي اليوم ده 20 مايو سنة 1873 حصل الأمريكي ليفي شتراوس على براءة اختراع البنطلون الجينز الأزرق ذو الأزرار النحاسية. وفي نفس اليوم ده سنة 1902 استقلت كوبا عن الولايات المتحدة وأعلنت قيام الجمهورية. وكمان في اليوم ده سنة 1915 ولد السياسي والعسكري الإسرائيلي السابق موشي ديان.